جه وقت حصل دروب بالظبط كده. لا فرق المغرب وتونس وحتى الدنيا في الجزائر هتلاقي ارتقاء في المستوى. عايزين شرح بسيط لدور لجنه الكره في الاهلي، لجنه التخطيط يعني، وهل هذا هي من تحدد الصفقات ولا الجهاز الفني؟ لا الجهاز الفني هو بيطلب وفي حدود المتاح، لكن ده بيبقى مرتبط بتنسيق بتعاون بين الجهاز الفني ورؤيته وطلباته وبين رؤية النادي كسياسة جوه النادي. في النهاية هي أنا دايما أقول النادي الأهلي نادي مؤسسة، يعني إيه؟ يعني أنا عندي الجهاز الفني هو المسؤول الأول والأخير عن كرة القدم، وبالتالي لما بيحب يعوز حاجة بيقول بيبلغ الكابتن عبد الحفيظ، والكابتن عبد الحفيظ بيبلغ المشرف على الكورة، والكابتن خطيب والمشرف على الكورة بيقعد مع لجنة التخطيط يقول لهم إحنا عايزين كذا وكذا وكذا، وفي النهاية عندما يتم اتخاذ القرار على إسلام مثلا بيروح مش هو ده أقول لك حاجة؟ أنا ما دخلتش أوضة اللبس لغاية دلوقتي. طالما بقيت عضو في لجنة التخطيط خلاص. الأول كنت ممكن كان ممكن كضيف أقعد أتفرج إنما لعيبة أصدقائك، لكن دلوقتي خلاص أروح المقصورة ممكن أتفرج على الماتش أتابع أدعم، إنما كل واحد عارف دوره بالظبط في حدود الاختصاصات اللي متحددة. مروة الشريف بتقول لقاء رائع وحلقة ممتعة مع كابتن زكريا. يا كابتن زكريا